مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير سلطة البطاطا. تنعد هيدي السلطة من المقبلات على الطاولة. اول شي عندي 5 حبات بطاطا مسلوقة، قطعتهم بهيدا الحجم، حبة بندورة صغيرة، 2 ملاعق طعام حامض، بقدونس، 1 ملعقة صغيرة ملح، بصل صغيرة مقطعة كمان بهيدا الشكل، و2 ملاعق طعام زيت زيتون. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. طريقتها كتير سهلة وسريعة. بحط البندورة. في ناس ما بحطوا لا بندورة، بس افضل انا بحب حط بندورة. زيت الزيتون، حامض، بصل، فينا نحط كمان بصل اخضر، ملح، بقدونس. بحركن مع بعض. فينا كمان نحط فوقها رشة كمون خفيفة، تعطي نكهة كتير طيب الكمون. بحركها وبحطها بالصحن. هيدي سلطة البطاطا اللي عملتها أنا وياكم، كتير طيبة وسهلة وسريعة. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.